لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم رسول الله محمد الذي أرسله رب العالمين رحمة للعالمين، وعلى أهله وصحبه أجمعين، وعلى عبده المسيح الموعود. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الأيام التي تمر فيها الأمة الإسلامية بظروف عصيبة وتحديات جسيمة، نستقبل عيد الأضحى المبارك، هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين التي تعتبر رمزا لطاعة الله وعبادته، مثلها مثل الصيام والصلاة. إن هذا العيد هو نوع من أنواع المناسك التي أمرنا الله تعالى بها، هو ليس مجرد احتفال، بل هو عبادة تقربنا إلى الله وتذكرنا بنموذج الطاعة، التضحية والفداء الذي قدمه سيدنا إبراهيم وزوجته هاجر وابنه إسماعيل عليهم السلام. لقد أصبحت هذه الشعيرة العظيمة تتعرض في بعض الأحيان للتحريف والاختلاط بعادات وتقاليد دخيلة بعيدة عن ديننا الحنيف، مما نتج عنه نسخة مزيفة من الاحتفال تختلط فيها العبادة بالممارسات الغير المشروعة. لكن العيد الذي نحتفل به اليوم هو ذكرى خالدة للدروس العظيمة المستفادة من قصة النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، تلك القصة التي تحمل في طياتها معاني التضحية والإيمان والتسليم لأمر الله. مهما كانت الظروف والأحوال التي نمر بها، فإننا نحافظ على هذه الشعيرة ونؤديها بكل أبعادها الروحية والمادية، لنتقرب بها إلى الله ونظهر وحدة المسلمين وتآزرهم في مواجهة الصعاب. إن عيد الأضحى يأتي ليعلمنا أن الطاعة الحقيقية والتضحية الحقيقية هما السبيل للنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. وفي هذا المقام المبارك نتوجه بأسمى التهاني وأطيب الأماني إلى حضرة مولانا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز، داعين الله أن يمده بالعون والتوفيق وأتم العافية، كما نتوجه بأحر التهاني إلى أمتنا الإسلامية جمعاء، داعين الله أن يعيده علينا هذا العيد ونحن في أحسن حال، وأن يفرج كروبنا ويرفع عنا البلاء، ويوحد كلمتنا ويجمع شملنا على الخير والحق. كما نتوجه بالتهنئة الخاصة للجنود المجهولين الذين وهبوا حياتهم وأوقفوها لخدمة الإنسانية والدين، بعيدا عن مطامع الدنيا وأوهامها، وغالبا أيضا بعيدا عن الوطن والأهل والأحباب. حياكم الله جميعا، وعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. أرحب بحضرة الأمير، حضرة الأمير أمير الجماعة الأستاذ محمد شريف عودي، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير، وجميع المشاهدين أيضا بخير إن شاء الله، وأمتنا إن شاء الله تكون بخير مع كل هذه الظروف الصعبة. فندعو الله سبحانه وتعالى: يا ربي أصلح حال أمتي، سيدي عندك هين عندنا متعسر. آمين آمين. دعونا نفتتح هذه الحلقة بمقتطفات من صلاة العيد في مسجد الجماعة في الكبير حيفا، ابقوا معنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. الصادقون
يرفعون إلى الله تعالى روحاً وروحانية، وليس أن لحومها ودماءها وعظامهم تصل إلى الله تعالى. لقد قال الله تعالى بنفسه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إن الله رب العالمين وهو الرحمن الرحيم، وإن رسوله رحمة للعالمين، فالذين يظلمون باسم الله ورسوله فإن الله تعالى كان يمد لهم الحبل مدا، ولكنه يعاقبهم أيضا عقابا شديدا. فتصرفات هؤلاء الظالمين يجب أن تزيدنا عملا بأحكام الله تعالى. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. كل ما يهم بعمل يكون موقنا بأن الله تعالى يراه وهو أعلم بما في الصدور، فلا يرتكب عملا يسخط الله تعالى. ففي هذه الحالة يكون إسلامه إسلاما حقيقيا. الله أسس هذه الجماعة ليحقق الأمن والسلام في العالم، ليحقق الأمن والسلام في المجتمعات الإنسانية. هذه من أهداف إقامة وتأسيس هذه الجماعة الإسلامية الأحمر. دعاء. كل عام وأنتم بخير وبصحة وعافية وهدات بال. يا سيدي ومولانا أمير المؤمنين، كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بخير حضرة مولانا أمير المؤمنين، أيدك الله برسوله العزيز. السلام عليكم، مني أرام صادق عودي، بتمنى لأمير المؤمنين كل عام وأنت بألف خير، ينعاد علينا وعليك بالصحة والعافية وهدات البال، وإن شاء الله سنة خير على الجميع الأمة. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير لحضرة أمير المؤمنين. عام جد بخير. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. كل سنة وأنتم سالمين. كل عام وأنت بألف صحة وسلامة. كل عام وأنتم بألف خير. كل عام والجميع بخير، وكل عام حضرة أمير المؤمنين بألف خير. كل عام وجميع الأمة الإسلامية في ألف خير. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أرحب مرة أخرى بضيفنا العزيز حضرة الأمير أستاذ محمد شريف. أهلا وسهلا بك وعيدكم مبارك، ووجودك معنا اليوم يشرفنا ويسعدنا، وآمل أن يستفيد الجميع مما ستقدمه لنا من توجيهات وإرشادات. وسؤالي هو حقيقة في وسط الظروف الراهنة الصعبة على أمتنا، يعني منذ سنة وأكثر ونحن نمر بفترات عصيبة وتحديات صعبة على الأمة، وحضرة أمير المؤمنين أيضا اليوم في خطبة الجمعة أيضا في خطبة العيد أيضا تطرق إلى هذه النقطة، ما هو الأثر الروحي والعملي الذي يمكن أن يستفيد به المسلمون من خلال هذه المصاعب لمواجهتها، وأيضا روح التضحية التي نتعلمها من عن طريق عيد الأضحى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى ورسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم وفيما بعد سيدنا الإمام المهدي والخلفاء لم يتركوا لنا أي توجيه إلا وجهونا إليه. أولا، ضرورة أن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم ليحقق الله لنا الأمن، لأنه هو الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. ما هي نتيجة الاستخلاف في الأرض؟ أولا تمكين الدين، يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لو أخذنا توجيهات إلى الفترة الأخيرة أو توجيهات الخلفاء، خلفاء الجماعة الإسلامية الأحمدية، لما وقعنا في هذا الحال. يعني هذه هناك خارطة طريق واضحة من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وأخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وضح لنا إياها سيدنا الإمام المهدي، وفصل فيها الخلفاء. نحن هذه الحالة أيضا خطأ منا، لأننا ننجر أو نعطي لخصومنا ولأعدائنا باب أو حجة
ليفعلوا ما يفعلون بنا، وهذه عملية انتحار حقيقة. النتيجة كما قال تعالى وكما وجه إليها أمير المؤمنين هي صلاح الأمة أو صلاح أبناء الجماعة. يعني الله سبحانه وتعالى يوجهنا في سورة الأنبياء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها مين؟ عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إذن الحل هو في صلاح دين الناس، وهذا العمل بحاجة إلى جهد وإلى تضحية، كما تعلمنا الدرس من عيد الأضحى. هذا العيد يعلمنا الاستسلام التام لأوامر الله سبحانه وتعالى ولمن كلفه الله سبحانه وتعالى لقيادة الأمة. فلن تقوم قائمة للأمة إلا من خلال مبعوث السماء أو من خلال خليفة مبعوث السماء في هذا العصر وفي هذا الوقت، هو سيدنا أمير المؤمنين الخليفة الخامس لسيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود حضرة ميرزا مسرور أحمد. هو الذي يوجه، عندما يوجه أبناء الجماعة للدعاء طبعا هناك أمر يتطلب صلاحنا، صلاح المسلمين، وعدم صلاح المسلمين لن نحقق أي أهداف. من يظن أن في القوة العسكرية، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 عام قال ولا يداني لأحد بقتالهما، هذه حرب من ناحية القوة العسكرية لن تستطيع النصر فيها، هذا ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يظن أن من خلال الحروب يستطيع أن يحقق النصر فهو مخطئ، هو ينتحر كما قال الخليفة الرابع رحمه الله. ما هي أهمية طاعة الخلافة؟ أيضا قصة ما جرى مع حضرة مع سيدنا إبراهيم عليه السلام وطاعته العمياء لأمر الله تعالى، هل أيضا عيد الأضحى يعلمنا هذه الطاعة؟ وأيضا لإمام الزمان الذي هو الخليفة، ما هي أهمية الطاعة لخليفة الوقت في ظل الأوضاع الراهنة؟ هو طاعة خليفة الوقت هي من طاعة الله عز وجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فكيف أتوقع النصر؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. عدم وجود نصر، إذن هناك خلل في الإيمان أو خلل في العمل الصالح، فلا بد أن نبحث أين الخلل، لماذا لا ينصرنا الله؟ لهذا الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى أمر ضروري. شو يعني الاستسلام؟ يعني عندما الله سبحانه وتعالى أخبر أو جعل إبراهيم عليه السلام أو أرى إبراهيم عليه السلام هذه الرؤية بأنه يذبح ابنه، الذبح هو الاستسلام التام، أسلما وتله للجبين. الآن هذا الاستسلام يجب أن نورده على أنفسنا، الاستسلام لمن وكله الله سبحانه وتعالى أن نطيعه، لأنه هو خليفة الله على الأرض. لا أستطيع أن أقول أنا لا أريد أن أطيع الله ولكن لا أطيع الخليفة، أو أطيع الله أو أطيع الخليفة ولا أطيع من كلفه الخليفة يكون مسؤول في دائرته في بلد معين، هذه ليست طاعة. وأنت سوف تعاني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا العيش الضنك في كل العالم الإسلامي يجب أن يضيء النار الحمراء أن هناك خلل في الإيمان وخلل في العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن نرى أنه جعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، هل أخلف الله وعده أم عندنا الخلل؟ عندنا الخلل. إذن سيجعل لهم الرحمن ودا. طيب، أين هذه المودة؟ أين هذه المحبة في العالم؟ أين هذا التعاطف؟ لماذا لا نتعاطف مع بعضنا البعض كالجسد الواحد؟ إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين هذا؟ أين التضحية من أجل الآخرين؟ المؤمن الحقيقي هو الذي يعمل ليل نهار لإسعاد الآخر وليس فقط دائرته الصغيرة. مو الوحوش في الغابة بتهتم بدائرتها الصغيرة. عدم
المواساة تجعل الإنسان وحش. جزاكم الله. معنا الآن اتصال الدكتور عماد أحمد من فلسطين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، كيف الحال؟ كل عام وأنتم بخير، نحمد الله. أخبرونا عن أجواء العيد وكيف هذا، كيف يمر عليكم هذا العيد ونحن أيضا في فلسطين الحبيبة، الظروف كما تعرفون. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده من أمي على رسول الكريم وعلى عبده المسيح الموعود عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام ومسلم الإسلامي بخير. لكن أود أن أبعث برقية سهمنا ملؤها الحب والوفاء إلى حضرة صديقتنا إمام الزمان من ابن منصور أحمد، أيده الله بنصره العزيز، فنسأل الله أن يعيده بروح القدس ويتقبل تضرعاته بحقنا وينصره نصر عزيز مقتدر، ويبارك لنا في صحته وعمره وعمره آمين. وأتقدم أيضا بأجمل التهاني والمباركات لإخوتنا المحمديين في الكبابير وفي الضفة الغربية في فلسطين. البارحة احتفل العالم الإسلامي بعيد الأضحى، وحقيقة هذا العيد ليس فقط ذبح أشياء والأبقار والتقديم الكرابين، وإن كانت هذه أيضا مفيدة لبعض الناس وقد ينال بعضهم جزء من لحومها، لكن التضحية الحقيقية هي ذبح النفس وتطهير القلب مما علق به من ذنوب، وهذا طبعا من أجل إحراز التقوى التي هي لب الموضوع. وعندما نتحدث عن هذا العيد، عيد الأضحى، لا بد أن نستذكر قصة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. وحقيقة من هذه القصة نتعلم، وأنا شخصيا تعلمت منها، درس الامتثال إلى أمر الله والطاعة. فإبراهيم عليه السلام امتثل إلى أمر ربه، وابني أيضا إسماعيل عليه السلام أطاع أمر والده عندما قال له يا أبتي افعل ما تؤمر. فالتقى الأمر والطاعة، وكانت هنا التضحية الحقيقية، وهذا هو الإسلام، بل هذا هو الإسلام الحقيقي. حقيقة يعني أجواء العيد كانت عندنا في فلسطين وخاصة في الضفة ليست على ما يصار. فالبارحة كانت هموم الناس أكثر بكثير مما توقعت، غير مسرورين على ما يبدو. الأجواء العامة كانت تؤثر عليهم كثيرا، وهذا أيضا إن كان له سبب فهو الابتعاد عن رسالة سيدنا وحبيبنا المسيح الموعود عليه السلام. ونحن حقيقة في هذا العيد نسأل الله أن يلهم الناس ويعرفهم برسالة هذا الإمام، إمام ناصر الزمان. آمين يا رب، جزاكم الله أحسن الجزاء. ندعو الله تعالى أن يفرج هموم العالم الإسلامي وأمتنا قريبا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، دعونا نخرج الآن لمشاهدة فيديو قصير حول الغاية الحقيقية من الحج، وهو أحد أركان الإسلام ومن ميزات عيد الأضحى. تفضلوا. الحج وإن كان في ظاهره انتقال جسدي من الوطن إلى مكة المكرمة وفق دعوة إبراهيم عليه السلام، فهو سفر إلى الله وفرار إليه، فرار من الدنيا إلى الملكوت الأسمى، حيث البيت الحرام الذي جعله الله مثابة وأمنا ومهبطا لتجليات الأنوار والبركات. وقد خصص الله تعالى هذه الشعيرة بزمن مخصوص توقيفي ومكان مخصوص محدد، لما في ذلك من المعاني والمقاصد والحكم العظيمة
التي لا يرقى إليها أي حج آخر في الأديان والملل الأخرى. سئل حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام مرة: لماذا لا يذهب الميرزا المحترم للحج؟ فقال: لقد عاش النبي في المدينة إلى 10 سنين، وكانت المسافة بين مكة والمدينة تستغرق 2 يوم فقط، ولكنه لم يحج إلى 10 سنين، مع أنه كان قادرا على توفير المطايا وما إلى ذلك. ولكن ليس شرطا للحج أن يملك الإنسان مالا كافيا فقط، بل من الضروري أيضا ألا تكون هناك فتنة من أي نوع، وتكون وسائل السفر وأداء مناسك الحج مهيئة بكل أمن. ولكن ما دام المشايخ الهمجيون يفتون بكفري هنا ولا يخافون الحكومة أيضا، فما الذي يمكن أن لا يفعلوه هنالك؟ ليكن معلوما أن الملهمين لا يعملون على غرار خدمات عامة الناس، بل يعملون كل شيء بحسب هدي من الله وتعليمه. في تاريخ الجماعة الممتد لأكثر من 130 عاما، لطالما حرص كبار أئمتها وعلماؤها وشخصياتها البارزة على أداء فريضة الحج ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الحاج نور الدين القرشي رضي الله عنه، الخليفة الأول، أدى فريضة الحج في ريعان شبابه عندما كان طالب علم في مكة المكرمة. وكذلك نال حضرة بشير الدين محمود أحمد الخليفة الثاني شرف حج بيت الله الحرام عام 1912، حين كان من أبرز شخصيات الجماعة، وقد أصبح إمامها بعد 2 فقط من رحلة الحج هذه. وعلى خطى الأئمة والعلماء يسير الأحمديون أينما تواجدوا في هذا العالم الفسيح، فإن ديار الحبيب المصطفى تظل دوما بوصلة القلب ومهبط الروح، تراب مشى عليه المصطفى وسقاه من دموع حرقته، رحمة ببني الإنسان لجدير بهذا الحب. كان قلبي يخفق وانت بدي أشوف الكعبة. بالفعل عندما رأيتها كان شعوري عميقا جدا، كأنني وجدت ضائعتي. كنت أتمنى من زمان أن أروح على الحج وأحج وأشوف الكعبة من قريب، والله أنفاني الأمنية هاي ورحت على الحج، فانشرح قلبي حتى دموعي الفرح اللي كنت أتمناها وأحلمها أني أصل ووصلت الحمد لله. كانت هاي أمنيتي في حياتي أن أشوف الكعبة من قريب. للحظة رأيت الكعبة إقبالي وشعرت بشعور غريب، وكأن روحي خرجت من جسدي. وفي هاي اللحظة استحضرت سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام عندما رفعوا القواعد للبيت ورفعوا راية التوحيد على الأرض. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. داعين الله تعالى أن يوفقنا أن نقوم جميعا بهذا الركن المهم من أركان الإسلام. حضرة الأمير، ما هي الرسالة المهمة التي يجب أن نوصلها إلى الأمة الإسلامية في ظل الأوضاع الراهنة؟ نحن الآن في أيام الحج، والحج يعلمنا الوحدة. حتى نخرج من هذه الأوضاع الراهنة لابد من نتعلم درس الحج. ماذا يعلمنا الحج؟ يعلمنا الحج الوحدة، أنه بدون الوحدة لن تقوم لنا قائمة. ويجتمع من كل الناس، نحن نجتمع في المسجد يوميا لنصلي خلف إمام، للإمام ليعلمنا الله سبحانه وتعالى الوحدة. وفي أيام العيد أو المناسبات أو الجمعة نصلي في المسجد الجامع. وفي الحج نأتي من كل فج عميق ولنجتمع في مكان واحد ونطوف حول الكعبة لنتعلم درس الوحدة. كيف تتحقق الوحدة بدون إمام ملهم، بدون إمام رباني؟
لن تقم قائمة للأمة إلا من خلال الخليفة الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. الأوضاع في العالم الإسلامي يجب أن تقلق كل شخص أن هناك لابد أن يكون هناك مصلح من الله سبحانه وتعالى والناس عنهم معرضون. الوحدة أمر غاية في الأهمية، يعني لا تترك الوحدة، لكن حتى لو الناس نواياها جيدة كيف من يحسم الأمر؟ لا غير الإمام الرباني. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام، الإمام الرباني، الإمام الملهم. فإذا قضى قضيتكم فرضوا بها واقطعوا الخصام، وإن كنتم لا ترضون بها فإنكم تؤمنون باللسان لا بالجنان، لأن الإمام الرباني ملهم من الله سبحانه وتعالى، وهو يوجه الأمة أو يوجه جماعة المؤمنين إلى ما هو خير لها، للإنسانية وللدين. فعليكم أن تبحثوا عن الإمام الرباني. نحن نقول هذا الخليفة عندنا موجود. الجماعة الإسلامية الأحمدية منذ تأسيسها ومنذ تأسيس الخلافة فيها إلى يومنا هذا لم تعمل مراجعات، يعني أن كل ما قالوه الخلفاء كان في خير الجماعة وفي خير الأمة. لهذا حري بنا ولزاما علينا أن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا الحديث اللي حكاه حذيفة بن اليمان لما سألوا عن الشر مخافة أن يدركني، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا فيش عندكم إمام إذن ابحثوا عن الإمام. الله لا يخلف وعده. وهناك الطاعة، الطاعة هو موت حقيقة، الطاعة موت، هذا هو الذبح الذي يطلبه الله سبحانه وتعالى منا، هذا هو الاستسلام، هذا هو السجود لآدم. إبليس قال له أنا خير منه، عدير بالك حجته صحيحة، لكن الله سبحانه وتعالى قال له اسجد لآدم. هذه الطاعة، يجب أن نسجد لمن كلفه الله سبحانه وتعالى لوحدة الأمة ولإنقاذ الأمة. فكل الأبواب أغلقت إلا بابه. بالفعل الطاعة هي أساس وحدتنا. طبعا مشاهدين الكرام معنا اتصال من الأردن، أستاذ قاسم. السلام عليكم. تمام. أمير صاحب، حقيقة موضوع الطاعة وجماعتنا أيضا كاليوم تواجه العديد من الصعوبات والاضطهادات. اليوم حتى ذكر حضرة أمير المؤمنين عن ما حدث في باكستان مع الأحمديين الآن في عيد الأضحى، يعني هددوا بقتل الأحمديين من يقوم بأضحية. يعني أصلا سكوت الناس والمسلمين في العالم الإسلامي وفي العالم العربي على ما يفعله مشايخ الباكستان وحكومات الباكستان المتعاقبة هو أيضا سبب من أسباب ما نحن فيه في العالم الإسلامي وفي العالم العربي، لأنه الكاتم عن الحق شيطان أخرس. هؤلاء العلماء الذي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. يمنعون الأحمديين من ليس فقط يمنعون، يهددونهم بالقتل. أسبوع قبل أيام هناك شخص قتل أول شخص خرج من المسجد أحمدي، أطلق الرصاص عليه وذهب وبحث عن شخص آخر وجده شاب صغير بالثلاثينات من عمره أطلق النار، قبضت عليه الشرطة، قال أنا قتلتهم لأتقرب إلى الله زلفى، يريد أن يدخل الجنة. طيب هذا السكوت مرة ومرتين وثلاث وعلى مدار سنوات، هذا سكوت عن الحق، هذا يجب أن نستنكر بكل قوة. ويخرجون فتاوي التكفير. نعم. بشكل، وهذا هو ما يحدث الآن. كل ما يحدث هو لأننا يجب أن نصلح أنفسنا، أن نلزم، لأن الوحدة فيها بركة، الوحدة هي مجلبة لكل الخيرات ولكل البركات. لو الأمة متوحدة أهل غزة ليست في هذه الحالة، هذه الحالة التي نحن فيها من الهوان، وهذا أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتداعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة على قصاتها. قالوا من قلة يومئذ من رسول الله؟ قال لا، بل يومئذ كثير كغثاء السيل، فينزع الله من قلوب عدوكم المهابة ويدخل في قلوبكم الرعب. هذه الحالة
التي نراها الآن. هذا الخزي بسبب هذه الابتعاد عن مبعوث السماء. إلزموا جماعة المسلمين وإمامهم كما أوصاكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى كان حقا عليه نصر المؤمنين، وفعلا الله لا يخلف وعده إن كنا حقا مؤمنين وحقا نعمل الصالحات. نعم حقيقة. معنا اتصال مرة أخرى، أستاذ مراد القاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. تفضل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا رؤية الخليفة في هذا العيد المبارك. آمين. فهذا اليوم يذكرنا بتضحية إبراهيم عليه السلام، وذكرى أيضا أخرى، ذكرى المسيح الموعود عليه السلام في اليوم الذي ألقى فيه الخطة الإلهامية وبين فيها ما هو عيد الأضحى، ما هو القربان، وكيف أن الإنسان يتقرب من الله عز وجل. فسبحان الله، يعني هناك آية في آية في القرآن الكريم تقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فسبحان الله، أي عمل أو أي عبادة ربنا ما بينال منها لا الحركات ولا الظاهر، ربنا بينال التقوى من العمل. وجزاكم الله أحسن جزاء. جزاكم الله أحسن جزاء، عيدكم مبارك. معنا الأستاذ عبد القادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بألف خير، وعيد مبارك على مولانا أمير المؤمنين وعلى كل الأخوة الأحمديين. عيدكم مبارك، تفضل. جزاكم الله أحسن جزاء. الله يبارك فيكم وبارك الله فيكم وبارك في مجهوداتكم وفي أعمالكم وفي وزادكم إيمان ونعمة وثبتكم وزادكم علم ومعرفة. الله يبارك فيكم. جزاكم الله أحسن جزاء. نشكركم الشكر الجزيل على مجهوداتكم من تقديم البرامج ومن كل، وبارك الله فيكم، وأتمنى لكم أيام سعيدة وعيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. جزاكم الله أحسن جزاء وكل عام وأنتم بألف خير. أمير صاحب، بعد أسبوعين أو ثلاثة تقريبا ستقام الجلسة السنوية هنا في الديار المقدسة، أي رسالة تحب أن توجهها عن أهمية الجلسة بما أنها قريبة جدا؟ نعم، أيضا الجلسة هي تحقق لنبأ لسيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود الخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال لا تحسبوا هذا الاجتماع كاجتماعات عادية، بل هو أمر قد أسس على محض تأييد الحق وإعلاء كلمة الإسلام، وأن الله أعد لها أقواما سوف تنضم إليها قريبا. عندما تلفظ سيدنا الإمام المهدي بهذه الكلمات لم يكن معه إلا بعض أشخاص في قاديان في قرية نائية عربت الحصان لم تدخل هذه القرية، والآن نحن شهود على كيف أن الجماعة وصلت إلى جميع أنحاء المعمورة، يحضر هذه الجلسات أقوام من أمم وجنسيات ومن ألوان مختلفة، وهذا تحقيق لمبعوث السماء سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود. هذا أيضا درس الوحدة، كلهم يجتمعون تحت إمام واحد، وهذا ما قاله، يعني هناك كثير من النصوص ولا بد أن نعيها نحن أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية، أن هذه الجلسات السنوية المباركة هي أيضا تعلمنا درس الوحدة، حيث كل المؤمنين يجتمعون ليسمعوا لخطبات أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز، وترى الناس فعلا كأنهم في الجنة، كلامهم سلاما سلاما، لا يوجد خصام ولا يوجد رفع أصوات ولا يوجد شيء، عجيب جدا، ونظام محكم. هذه الوصية، هذه الجماعة، ومع أن عددها الآن يكثر ومن جميع الأمم ومن جميع الجنسيات، لأنهم تمسكوا بنعمة الوحدة ولم يفرطوا فيها،
هذه الوصية من الخلفاء الأوائل من مولانا نور الدين والخليفة الثاني، إن من سمات أهل الإيمان دوما أنهم متحابون، سمات أهل الإيمان أنهم متحابون، مترابطون، متحدون، لا يعرفون الفرقة ولا الاختلاف. هذول اللي حكى عنهم رب العالمين: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. حالة الوحدة والاعتصام والتحابب والمؤاخاة هي مجلبة لكل البركات الأرضية والسماوية. الناس لا تفهم حقيقة وكنه البركة، أنت تطيع وتشوف النتائج، الثمار الله سبحانه وتعالى كفيل يجيبها، لكن استجيب لأمر الله تعالى، استجيب لمبعوث السماء، كون مطيع، اترك فكرتك الآن، انتهى عندما تقدم مشورتك، بعدها تنتهي، لا يحق لك، كون مثل خلية النحل، كون مثل طاعة النحلات للملك في الخلية، هكذا سوف تنتج، هكذا سوف تحقق نجاحات، هكذا سوف تحقق انتصارات، هكذا سوف تحقق الفلاح. بدون ذلك لن تقوم قائمة للأمة، لا تحليلات سياسية ولا تحليلات عسكرية ولا كل هذا كلام فارغ. ابحثوا عن العلاج الحقيقي، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، إمامهم هو الإمام الرباني الملهم من الله سبحانه وتعالى، هو خليفة الوقت، هو الرجل الذي جعله الله تعالى بنفسه خليفة له في هذه الأرض. هكذا انتصرت الأمة، بدون خلافة على منهاج النبوة، بدون إمام ملهم، بدون إمام مطاع، لن تقم قائمة للأمة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفهم ويعطي الناس العقول، وأن يكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا يكونوا كالذين قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. جزاكم الله أحسن جزاء أمير صاحب، نشكرك على وجودك معنا، وجودك معنا هو شرف، ونرجو أن وصلت هذه الرسالة وهذه الكلمات المهمة إلى المشاهدين الكرام. نشكر كل عام بخير لك ولكل المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام جميعا بخير. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن أمتنا بهذا الدعاء: ربي يا رب اسمع دعائي في قومي وتضرعي في إخوتي، إني أتوسل إليك بنبيك خاتم النبيين وشفيع ومشفع للمذنبين. ربي أخرجهم من الظلمات إلى نورك، ومن بيداء البعد إلى حضورك. ربي أدخل هداك في جذر قلوبهم، واعف عن خطياتهم وذنوبهم. ربي أعطهم عيونا يبصرون بها، وآذانا يسمعون بها، وقلوبا يفقهون بها، وأنوارا يعرفون بها. ربي إني أتوسل إليك بوجه المصطفى ودرجته العليا، والقائمين في آناء الليل وفي ضوء الضحى، وركاب لك تعد السرى، ورحال تشد إلى أم القرى. أصلح بيننا وبين قومنا، وفهمهم ما فهمتنا، وعلمهم طرق التقوى، واعف عما مضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب السماوات العلى. الحمد لله رب العالمين، آمين يا رب. جزاكم الله أحسن جزاء، وعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. جزاكم الله حضرة الأمير. مشاهدينا الكرام، كما طلبنا منكم، لقد وصلتنا العديد من التهنئات والفيديوهات منكم، أنتم البرنامج، فنخرج الآن لنستمع ونشاهد بعض من الفيديوهات التي وصلتنا من المشاهدين الصغار. تفضلوا. كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، كل عام وحضرة أمير المؤمنين بألف خير. كل عام أنتم بخير، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم الصحة وذات البال يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضرة أمير المؤمنين نصره الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، حضرة الملك المنصور أحمد وسمعت الخطبة، وبعدها استلمت أخذت هدية
أخذت هدية أمير المؤمنين. كل عام وأنتم بخير. صليت العيد وعاد أكبر تقبلات ما شاء الله حلوة وبعدها ربي صاحب فاتمنا المسطرة من جواري وبعدها قمنا جئنا هنا لنتصور وحضرنا مسرور أحمد عليه السلام. كل عام وحضرة أمير المؤمنين بألف خير. كل عام والجميع بخير. كل عام وجميع الأمة الإسلامية بألف خير. كل عام بخير يا إخواني، نعاد عليكم بالصحة والسلامة. كل عام وأنتم بخير. كل عام والأمة الإسلامية بألف خير. ازيكم يا شباب، بتعملوا ايه في العيد؟ بتعملوا ايه في العيد؟ نلعب كده. ايه هي اللعبة؟ عبارة عن عصايات، كل عصاية لها لغات معينة وانت بتحاول تاخدها من غير ما تهز التانيه. بص انا بحاول اسحب كده واحده. ممكن نشوف تجربه؟ ايوه كده، انا بسحب واحده، لو هزيت واحده كده يبقى اللعبه باظت. هزه خفيفه تبقى باظت، لكن لو انا باخد واحده ولمست التانيه لكن ما هزيتهاش فما فيش مشكله. وفي طرق للسحب، يعني مثلا دي لو كانت فوق سيبوها كده. ماما انا من ناصرات الأحمدية بالكبابير نحب نحكي لكم كل عام وانتم بخير، أضحى مبارك. كل عام وانت بخير يا أمير المؤمنين، واتمنى للعالم الأمن والسلام. أنا أغرى رشادي مدلل من تل كرم فلسطين من بيت الأمن، بعد صلاة عيد الأضحى أهنئ أمير المؤمنين عليه السلام والأحمديين في كل مكان والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك. نحتفل بعيد الأضحى المبارك بزيارة الأهل والأقارب رغم الظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا بغزة. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، عيد مبارك. كل عام والجميع بألف خير وصحة وسعادة. كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية يا رب بألف صحة وسلامة. كل عام وانتم بخير، عيد أضحى مبارك علينا وعليكم. كل عام وانتم بخير. أنا أخوكم عمر عبد الرحمن من مصر. اليوم حبيت أعرفكم ماذا فعلنا في العيد. في الأول استيقظنا صباحا وقمنا ببعض التكبيرات قبل صلاة العيد، وبعدها صلينا العيد وأخذنا مربي صاحب ثم رتبنا، وبعدها خرجنا لاستلام الهدايا والآن معنا معكم. السلام عليكم، كل سنة وأنتم طيبين. بتعملوا إيه؟ مين بيعرف يلعب شطرنج؟ أنا. مين اللي غلبني؟ أنا. ما شاء الله، مبسوطين بالعيد؟ كل عام وأنتم بخير. أنا أصلا ضايعة عند جدتي وبكرة برضو جدتي التانية. السلام عليكم، أنا طلحة شادي مدلل من تركرم فلسطين أمام بيت الأمن بعد صلاة أضحى مبارك. نهني أمير المؤمنين مسرور أحمد أيده الله بنصره العزيز بعيد الأضحى المبارك. نحتفل بعيد الأضحى المبارك مبارك بزيارة أهالي والأقارب بالرغم الظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا بغزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. سيدي أمير المؤمنين، كلنا سنة عيد الأضحى المبارك. السلام عليكم، عيد مبارك يا رهض وقرب صبكم. السلام عليكم، عيد مبارك وقرب صبكم. الله أعطي الله أعطي. كل عام وانتم عيد مبارك. عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد مبارك حضرة أمير المؤمنين نبينا. الله حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح المولود. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئ سيدي ومولاي أمير المؤمنين وكل أفراد الجماعة في كل بقاع الأرض بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله تعالى العافية العاجلة لإمامنا والنصرة لجماعتنا. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك. عيد مبارك، عيد مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا وإخوتنا الأعزاء. معي الآن في الاستوديو ضيفنا العزيز الأستاذ والداعية عماد الدين المصري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأمير المؤمنين أيده الله بنصر العزيز بكل خير، وكل المشاهدين طبعا عيدكم مبارك، وندعو الله عز وجل أن يأتي العيد القادم وهي الأمة في حالة أفضل من هذه الحالة، وأن يرفع الله عز وجل الظلم عن إخواننا في كل مكان، وأن لا يبقى لنا دعاء بحق إخواننا إلا ويتحقق إن شاء الله. آمين يا رب آمين. قبل أن أتوجه إليك ونتكلم عن موضوعنا، أود أن نأخذ اتصال من سوريا. الأستاذ عبد الرزاق، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك أستاذنا. أنتم بخير. أما سيدنا مين جال أحمد الله أنتم بالخير والله. تحياتي لك، تحياتي للشريف. معنا اتصال آخر، عبد الإله من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ الحمد لله، كيف حالكم؟ عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيكم، عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير والصحة وعافية إن شاء الله، وتبقى إن شاء الله جماعتنا قوية، وعيد مبارك سعيد لحضرة الخليفة إذا الله تعالى بنصر العزيز إن شاء الله بالمسرات. آمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. جزاكم الله أحسن الجزاء، عيدكم مبارك. أستاذ عماد، عيد الأضحى هو درس ورمز للتضحية وخدمة الدين والتضحية بالنفس من أجل خدمة الدين والهدف الأسمى وهي طاعة الله سبحانه وتعالى. أنت وقف، أنت داعية وتخدم الجماعة الإسلامية الأحمدية، ما هي أهمية هذا النظام، نظام الوقف، نظام خدمة الجماعة الإسلامية الأحمدية؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. أولا أريد أن أقول أن عيد الأضحى هو درس في التضحية، والتضحية هي أمر عام وشامل يشمل كثير من الجوانب. جاء أحد الجوانب من جوانب التضحية، وطبعا أهم جانب هو التضحية من أجل الدين. طبعا هناك الكثير من أنواع التضحية، هناك حاجة وضرورة في عصرنا الحالي وفي كل عصر وفي كل زمان للتضحية من أجل الدين. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما خلق الملائكة أيضا خلق الشيطان، وهذا الشيطان مهمته أن يحاول أن يأخذ الناس بعيدا عن الله عز وجل. فهناك حاجة أن يكون هناك من يذكر بالدين ويذكر بوجود الله تعالى ويقرب الناس إلى الله تعالى. وهذا الحمد لله في هذا الزمن سنحت لنا الفرصة، والله عز وجل أعطانا هذا الشرف بأن المسيح الموعود عليه السلام الذي بعثه الله تعالى لتقريب الناس إليه عز وجل ولتذكير الناس بوجود الله عز وجل في زمن المادية، وكل ما ينظر إليه المرء هو مادية محضة، ونجد أن الشيطان استولى على هذا العصر للأسف بطرق شتى. فجاء المسيح الموعود عليه السلام لمحاربة الشيطان ولإرجاعنا إلى الله عز وجل ولتذكيرنا بأن العدو الأساسي لكم هو الشيطان الرجيم، وحليفكم ووليكم هو الله عز وجل، ولا ينفعكم المال ولا ينفعكم البنين إذا لم يبارك بها الله عز وجل. فعندها أيضا لإكمال هذه المهمة السامية العظيمة، طبعا الله عز وجل أكمل أو بدأ نظام الخلافة من جديد، نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة من جديد، وأيضا لإعانة الخلفاء ولإعانة سيدنا المسيح الموعود في هذه المهمة العظيمة نشأ نظام اسمه وقف الحياة. طبعا نظام وقف الحياة كان موجود من قبل، وهناك الكثير ممن وقفوا حياتهم ونذروا حياتهم لخدمة الدين، وبالطبع كما ذكر سيدنا أمير المؤمنين أيده الله بنصر العزيز اليوم، سيدنا إسماعيل عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكل الأنبياء والرسل بطبيعة الحال.
ولكن في هذا الزمان لأن الحاجة هناك لخطط ونظام مرتب، فنشأ هذا النظام، نظام الوقف زندقي، نظام وقف الحياة. ماذا ما حيثيات هذا النظام؟ يختلف عن نظام الوقف نو، يوجد أكثر. طبعا هناك خطأ شائع أن الناس لا يعرفون بسبب اختلاف اللغة ما معنى وقف نو ووقف زندقي. كلمة زندقي في الأردية تعني الحياة. وقف الحياة عندما أنت تقرر بنفسك أن تنذر حياتك لخدمة الدين، هذا أنت تسمى أو تكون تحت نظام وقف زندقي. وعندما يقرر الوالدان نذر ابنهما أو ابنتهما قبل أن تولد حتى أو يولد، فهذا نظام وقف نو. وبطبيعة الحال هو بالنهاية يعني وقف الاثنان، إذا قرر الولد أن يستمر في الوقف فيصبح وقف زندقي أيضا، وفي نفس الوقت يكون ضمن نظام الوقف نو الذي هو مبني على أسس التربية الصالحة وضمن نظام معين. نعود إلى نظام الوقف حياة. فنحن محظوظون جدا وسعيدون أن الله عز وجل أتاح لنا هذه الفرصة في هذا الزمان. هناك الكثير من الناس الذين يتمنون أن يفعلوا شيئا من أجل الدين، ولكن بسبب عدم تواجدهم في جماعة منظمة وضمن جماعة تقوم بخدمة الدين أصلا لا يجدون هذه الفرصة العظيمة، فرصة خدمة الدين، فرصة خدمة الله عز وجل. وبالمناسبة أردت أن أقول أن الوقف في نظام الجماعة ليس لخدمة الجماعة الإسلامية الأحمدية فحسب. أصلا عندما نقول في خدمة الجماعة الإسلامية الأحمدية نحن لا نوفي حق هذه الكلمة. ما تعلمنا عليه في الجامعة الإسلامية الأحمدية وتربينا عليه أننا لسنا فقط خادمين للجماعة الإسلامية الأحمدية أو للدين الإسلامي فحسب، نحن نخدم الإنسانية. وبالمناسبة هذا موضوع مهم جدا خصوصا في زمننا الحالي. أنا تفاجأ جدا بوجود ناس لا يميزون معنى الإنسانية، ما زالوا يعيشون الحياة المتخلفة الرجعية التي تظن أن كل ما يهم هي المجموعة التي حولنا أو المجموعة التي ننتمي إليها، وكأننا ما زلنا في مرحلة الحيوانات. يجب على البشر أن يتطوروا ويصلوا إلى مرحلة الإنسانية العظيمة التي قدمها الله عز وجل في رسالة الإسلام السمحاء، التي نجد فيها كل أنواع الإنسانية بأبهى حللها، وليست الإنسانية المنافقة أو الإنسانية ذات الوجهين. تطرقت إلى نقطة أنه عن الإنسانية وخدمة الإنسانية، وكما قلت أنه حتى يومنا هذا يوجد على العديد من الناس ما زالوا لا يقدرون شخص ويرونه كإنسان حتى قبل نعم. كل شيء. والجماعة الإسلامية الأحمدية خدمتها خدمة الإنسانية، ويوجد أيضا من يوقفون حياتهم لخدمة الإنسانية نعم. ليس فقط كداعية ومبلغ، أيضا في مجالات عملهم الخاصة نعم. يمكنك أن تحدثنا نعم. عن هذا أيضا نوع من أنواع الوقف الحياة. لهذا أنا قلت لك أن وقف الحياة أعم وأشمل من الدعاء. يعني نحن وقفنا أنفسنا طبعا لخدمة الإسلام ولخدمة الإنسانية، ولكن أكثر تركيز عملنا إلا في حالات خاصة على موضوع خدمة الدين من خلال تعرف الإثراء العلمي، وأيضا في النقاشات وتربية الأجيال الصاعدة وغيرها من الأمور. ولكن هناك أيضا مجال لوقف الحياة في الجماعة الإسلامية الأحمدية للخدمة في مجالات أخرى. هناك مهندسون وقفوا حياتهم، أطباء وقفوا حياتهم، والآن يخدمون في أفريقيا وفي أماكن شتى حول العالم. فهذا أيضا نظام مهم جدا من وقف الحياة. وكما قلت لك الدين الإسلامي دين عظيم يقدم الإنسانية بأبهى حللها، علينا أن نفتخر بوجود هذه الإنسانية في ديننا. وهذه الإنسانية لن نتعرف عليها بشكلها الأبهى وبشكلها الكامل والأفضل إلا من خلال هذه الجماعة المباركة وتحدي. يعني آخر أحداث بيّنت أهمية هذه الجماعة المباركة. لكل من لا يتابع أنشطة وخدمات الجماعة للقضايا الإنسانية كلها، وخصوصا القضايا المتعلقة بالإسلام والمسلمين، لأن المواساة تكون أضعاف مضاعفة عن المواساة التي أصلا هي في أضعاف مضاعفة أخرى، عندما يكون الإنسان يعرف أن هذا الأمر يتعلق ابن ديني الذي يجب عليه أن يستيقظ في هذا الزمن
الحالك للأسف المظلم جدا. فإذا يجب علينا نحن كأحمديين خصوصا أن ننتبه إلى موضوع الوقف، موضوع ليس الوقف فقط، التضحية. التضحية اليوم هي الحل لكل مشاكلنا، الحل لكل المشاكل السياسية، الحل لكل المشاكل التي تواجه ديننا الحنيف. يعني يجب علينا أن ننتبه، خصوصا اليوم نحن في عيد الأضحى، يجب أن ننتبه إلى أهمية التضحية، كما قال سيدنا الخليفة أيده الله بن نصر العزيز في خطبة العيد، ركز دائما، وكل خطبة أصلا يركز على موضوع التضحية ثم التضحية ثم التضحية. بدون تضحية لن نتمكن من رفع راية الإسلام، لن نتمكن من نشر الإنسانية، لن نتمكن من نشر السلام، ولا من نشر المحبة، ولا من بناء الجسور المحبة والأخوة بين البشرية. يجب علينا أن نضحي. حتى يعني أهم شيء عندنا، يجب على الإنسان أن يصلح داخليا قبل أن يصلح الآخرين، وهذا بحاجة إلى تضحية. للأسف يوجد مسلمون يقطعون الرحم ولا يصلون إخوانهم، ولا يرون أصلا، لا يهتمون بأقاربهم وبأخواتهم بسبب الخصومات. والخصومات حلها سهل وبسيط. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ماذا يعني ادفع بالتي هي أحسن؟ يعني كأن الله عز وجل يقول الذي يسيء لك ادفع بالتي هي أحسن. وكلمة أحسن نحن لا نوفيها حقها، لا نعرف ما معنى الكلمة جيدا. المعنى هو أفضل طريقة في كل النواحي، أحسن، تمام؟ فعندما قال ادفع بالتي هي أحسن، يعني من يسيء لي يجب أن أدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هكذا يصبح تعامل عدوي اللدود، سيصبح ولي الحميم، صديقي الحميم، صديقي المقرب. ولكن هنا يجب أن نتوقف، يجب أن نستمر بالقراءة إلى ما يتلو هذه الكلمة. يعني لا نستعجل ونظن أنه مجرد ما أحسنت مرة واحدة يجب أن يكون ولي الحميم. لا، يقول الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا. يعني يا من تفعل الحسنى، يا من تقوم بالعمل الأحسن مع الآخر الذي يسيء لك، اصبر، لا تستعجل النتائج. سيسيء لك مرة ربما أخرى، وربما مرتين أخريين، وثلاث مرات، وأربع مرات، اصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا. بعدين إذا صار وليك الحميم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني إذا نلت هذه الدرجة وتمكنت من نزع أحقادك وكراهيتك، وأنهيت كل الخصومات مع إخوانك، ووصلت إلى هذه الدرجة التي تحسن فيها إلى مسيئك، أنت ذو حظ عظيم. يعني الله عز وجل سيعطيك نصيبا عظيما من الحسنات والبركات التي ستنسيك أصلا من أساء إليك. ما أحوجنا إلى هذه المفاهيم وهذه الدروس، خاصة في الأوضاع الراهنة لأممنا الإسلامية وعالمنا الإسلامي حقيقة. مشاهدينا الكرام، الآن نأخذ اتصال آخر. الأستاذ عبد الرزاق من سوريا مرة أخرى، السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك أستاذ عبد الرزاق، كيف حالكم؟ بخير أمير المؤمنين إن شاء الله بألف خير. جزاكم الله، بارك الله في هذه الوجود. يبدو أنه انقطع الاتصال مع أستاذ عبد الرزاق. أستاذ عماد، حقيقة أنا حقيقة أود أن نتعمق في إطار التضحية، وحقيقة لماذا أهمية التضحية في زماننا الحالي وفي جماعتنا لخدمة الإسلام. أهم شيء بالنسبة للتضحية في زماننا الحالي وفي خدمة الإسلام أن الدنيا اليوم براقة جدا ولامعة أمام أعيننا، ونرى الشباب مالت إلى الدنيا بشدة وإلى المادية بشدة، وهذا ما تنبأ به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما تنبأ عن آخر الزمان. للأسف الإخوة المسلمون التقليديون
يقولون أن آخر الزمان لم يحل بعد. أنا لا أعلم ماذا نريد, ماذا يوجد أكثر من هذا يعني لكي نعترف بأن الكوارث حلت بالإسلام والمصائب حلت بالإسلام. نرى اليوم كيف أصبحنا كثيرون ولكن كغثاء السيل, ونرى كيف جلست الأمم وتشاركتنا كما يجلس الأكل على القصعة ويتشاركونها, ورأينا كل هذه المشاهد. فماذا بقي لنعلم أن هذا زمن الكوارث وآخر زمان قد حل بالإسلام؟ فما الحل؟ الحل هو مبعوث السماء. يعني نحن عندما نرى أن هناك إنسان تنبأ بالمشكلة ويقول أنا أعرف أن هناك مشكلة ستحصل بعد 1000 سنة ولدي الدواء, نحن نقول نحن نعرف المشكلة ولكن سنحلها بعضلاتنا وبقوتنا. لا يا أخي, الحل هو عند الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال لك ما هي المشكلة. المشكلة عندما تكلم عن آخر الزمان تكلم عن أنه لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. حدث ولا ما حدث؟ هناك البعض يقولون هذا حديث ضعيف. يا أخي, حديث ضعيف وحدث وتحقق. معقول كاذب, إنسان كاذب يعني الذي نقل الرواية يعلم بالغيب؟ إذن لابد أن هناك مشكلة في علم الجرح والتعديل, وربما لم يصب المحدث أو الراوي في بعض الأمور, ولكن الحديث تحقق. يعني نحن نقول صدق رسول الله, لم يبقى من الإسلام إلا اسمه. الآن نرى المسلمين في كل أنحاء العالم وفي كل مكان, نراهم يصلون ويعبدون الله ويزكون وكل, ولكن ما زالت توجد كل التقصيرات بحق الإسلام, ومعنى الإسلام لم يعد هناك. يعني بقي من الإسلام فقط اسمه والحركات الظاهرية والعبادات التي لا تخرج من القلب أصلا. يعني يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم, ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. القراءة موجودة وهناك قراء بأفضل الأصوات, ولكن تعال إلى نفس القارئ واسأله ما معنى هذه الآية التي قرأتها, سيقول لك ربما, حتى لا يقول لا أعرف, سيقول لك بعض المعاني التي تعلمها من قديم, ولكن لا تجد فيها روح الإسلام التي جذبت الملايين فعلا والمليارات فعلا على مر السنوات والتاريخ. نجده يقول مساجدهم عامرة يعني مليئة بالمصلين, ولكنها خراب من الهدى. علماؤهم يعني أصلا عندما يرى الناس, سبحان الله, انظر إلى تسلسل الحديث, عندما يرى الناس كل هذه المصائب سيهرعون إلى علمائهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تهرعوا إلى العلماء, علماؤهم شر من تحت أديم السماء, من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. سيفتون لكم بقتل بعضكم البعض, وسيفتون لكم بفتاوى لا تخدم إلا الأمم التي تريد الفتك بكم وتدميركم. هؤلاء المشايخ الذين ستجدونهم مسخوا وأصبحوا قردة وخنازير. إذن ما الحل؟ جاء صحابي وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مصائب آخر الزمان وفتن آخر الزمان, وقال له ما الحل؟ فلم يقل له إلا فالزم جماعة المسلمين وإمامهم, أو جماعة المؤمنين وإمامهم. يعني الحل هو فقط عند الجماعة والإمام. أين الجماعة والإمام اليوم في الأمة الإسلامية؟ لا يوجد جماعة لها إمام إلا الجماعة الإسلامية الأحمدية. هذا الإمام علمنا أن علينا التضحية من أجل الدين. هذا زمن الفتن المادية, يجب علينا أن ننصرف إلى الدين ونحاول أن نضحي بكل أموالنا, يعني بأموالنا وأنفسنا وأوقاتنا من أجل خدمة الدين, من أجل خدمة الإسلام طبعا. معنا اتصال من مصر الحبيبة, الأخ أحمد شيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ إيقان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم, عيدكم مبارك, كل عام وأنتم بخير, كيف حالكم؟ الحمد لله, عيدكم مبارك. تفضلوا. حابب أني أهني حضرة مولانا أمير المؤمنين رضى الله تعالى بمصر العظيم, وحابب أهنئ الإخوة الأحمديين في مشارق الأرض ومغاربها, وربنا يجعل العيد ده علينا عيد مبارك. آمين يا رب. والعالم ينعم بالسلام والأمن. آمين. جزاكم الله أحسن جزاء, جزاكم الله أستاذ أحمد. معنا اتصال آخر من فلسطين, من كفر سور, الأستاذ عبد القادر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أستاذنا العزيز؟ الحمد لله رب العالمين. عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. تقبل الله طاعتكم. آمين يا رب. تفضل أستاذ. نحن مشتاقون لهم. أنا متعود أن أصلي العيد معهم معه كل عيد، ولكن للأسف الظروف منعتنا من أن نصلي معكم. فكل عام وأنتم بخير. أنا مشتاق لكم جدا. نحن كذلك والله. أولا يعني باسمي وباسم جميع الأخوة الأحمديين في فلسطين نرفع أسماء التبريكات لحضرة مولانا أمير المؤمنين عيد الله بن فيه العزيز. نسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره ويبارك في صحته وعمله. آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد بداية انفراج لحالة أو لمصابنا الجلل في غزة، وأن يزيل الله عز وجل هذه الغم، وأن يعم الأمن والسلام والاستقرار. آمين. في بلادنا بشكل خاص في فلسطين وفي جميع أرجاء المعمورة. وحضرة أمير المؤمنين دوما في جميع خطبه دائما يوجه أبناء الجماعة إلى التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء من أجل إنقاذ العالم من الوقوع والانزلاق إلى الهاوية. ولذلك علينا أن نتذكر هذه الأدعية في هذا اليوم، لأن يتوجه أو نتوجه جميعا إلى الله عز وجل بالدعاء. وهذا العيد يعني يبين لنا بما يحمله من رمزية ومعاني عظيمة في التضحية والفداء، وأن المسلم الحقيقي والمسلم الأحمدي لابد أن يكون هذا اليوم الذي فيه ينحر أهواءه وينحر الأمارة بالسوء، ليكون أكثر قربا إلى الله عز وجل، وبالتالي يكون جاهدا لأن يقف بين يدي الله عز وجل بتضرع فتستجاب أدعيته. فهذا اليوم هو يوم الجهوزية للتقدم بين يدي الله عز وجل وبالدعاء، لعل الله عز وجل أن يستجيب أدعيتنا. فحضرة أمير المؤمنين عيد الله بنصره العزيز كان بشكل واضح يكفي أن أدعية الأحمديين أن تغير هذا الواقع وتنزع فتيل الحروب. فإذا كنتم صالحين فهذه أدعيتكم فأدعيتكم كافية إلى أن تبدل هذا الحال إلى حال أفضل. آمين يا رب. آمين. جزاكم الله أحسن الجزاء أستاذنا أستاذ عبد القادر. أستاذ عماد، أريد أن ندخل في عمق عن الوقف وعن تجربتك الخاصة. طبعا أخبرنا عن تجربتك الخاصة وأهمية الوقف وكيف قررت أن تكون واقفا للحياة للجماعة الإسلامية. نعم، أنا بايعت في عمر صغير، في عمر 16 يعني بايعت ودخلت الجماعة الإسلامية الأحمدية، وكنت أرى من حولي، وأنا بطبيعتي كنت أحب مساعدة الناس، وكنت أحب أن يحدث بسبب تغيير أو أكون أداة للتغيير في العالم إلى الأفضل. فنظرت من حولي ورأيت هذه الجماعة العظيمة التي تقوم بخدمة الإسلام وبخدمة الإنسانية في كل مكان حول العالم، ورأيت نشاطات الدعاء ووقعت في غرامهم. يعني كنت أرى، يعني كنت عندما أقرأ قصة مولانا جلال الدين شمس رضي الله عنه، وعندما أرى قصص الدعاء الآخرين، وكنت أرى كيف يضحون من أجل خدمة الدين، ومنهم
أيضا أحد الدعاء الذي غاب عن بيته 20 سنة، وعندما عاد يعني امرأته قالت ماذا بقي يعني فليرجع حتى ندخل إلى الجنة في درجة عالية بسببه، وبالفعل عاد وخدم الإسلام وأكمل، وهكذا بقي في خدمة الإسلام. مولانا نذير علي الذي توفي في سيراليون و يعني أوصى بأن يبقى في البلد الذي خدم به، انظر إلى تعلق الدعاء بأماكنهم وبخدمتهم للدين. وهو الدعاء أيضا عندما يتعلمون في الجامعة الأحمدية لا أحد منهم يدري أين سيذهب، يوجد بعض الدعاء طبعا هذا أصلا روح الوقف، يعني أنك بالفعل أنا جالس هنا وربما الآن تصل رسالة أنني يجب أن أخدم في مكان آخر، لا أنت هنا وأنا جاهز لا أعرف إذا أهل الكبابير سيقبلون لكن إذا جاء أمر من الخليفة أيده الله من أسعجز، بالفعل هذا روح الوقف، أنني عندما أينما يبعثني أمير المؤمنين أيده الله من أسعجز نحن مستعدون دائما لخدمة الدين في كل مكان، سواء كان ذلك المكان مريحا لا غير مريح. وأنت تعلم يعني والدك أيضا داعية وما شاء الله قدير في هذه البلاد منذ 20 سنة، أنت بنفسك لا تعرف لغة جدك الذي توفي قبل فترة سبحان الله، وهذه التضحية العظيمة من أجل الدين. من اليوم شاب يترك بلاده عمره 26 سنة ويعود إليها وهو عمره 40 سنة أو أكثر من 40 بقليل، وفي هذا الزمن يعني إنسان يعيش معنا اليوم ووالده توفي قبل أيام سبحان الله لم يستطع أصلا السفر لرؤية الجنازة وللمشاركة في دفن والده، وهذه التضحية العظيمة من أجل الدين. فعندما رأيت هذه الأمثلة العظيمة أمامي ورأيت هؤلاء الأشخاص كيف يخدمون بدون أصلا تفكير في أنفسهم ولا في عائلاتهم ولا في أي أحد، خلاص يتركون أنفسهم خدمة الجماعة قبل كل شيء، خدمة الدين وخدمة الإنسانية قبل كل شيء. فترى مشهد عملي في زمننا، كنت أتوق أن أرى هذا المشهد في عالمي، ورأيت هذا المشهد مشهد فلما أسلم وتله للجبين، إنسان يترك نفسه كالميت مثل سيدنا إسماعيل عليه السلام عندما قال لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر، وبالفعل فلما أسلم وتله للجبين، هنا تتنزل البركات، هنا يحيي الله الإسلام. سيدنا المسيح الموعود عليه السلام قال لإحياء الإسلام يوجد فدية، أو يتطلب إحياء الإسلام فدية. ما هي الفدية؟ هي الموت فقط. ما معنى الموت؟ أن أقتل نفسي وكل رغبة فيه. فوجدت أن أفضل طريق لهذا الموت هو الدعوة في سبيل الله، والحمد لله وفقني الله عز وجل أن يعني حتى من بداية دراستي أن أطاعت أمير المؤمنين أيده الله بن نصر العزيز بأن هو أرشدني إلى الذهاب إلى غانا، وتعرف نحن تصوراتنا عن أفريقيا وعن صعوبات في أفريقيا هي صعبة فعلا، ولكن أنا رأيت أنه ما دام أنا قدمت نفسي لهذا المشروع المبارك وأريد أن أكون أو أنذر نفسي في سبيل خدمة الإسلام، فمن أين يحق لي أن أختار أين أذهب؟ أنا سلمت نفسي كالميت في يد الغسال، وهذا بالفعل ما سيحيي الإسلام. أنا أنصح فعلا جميع الأحمديين وجميع المسلمين أن هذا هو الوقت للتضحية، إذا لم يكن هذا الوقت فأمتى؟ هذا هو الوقت الذي أصبح فيه الإسلام ضعيفا، هذا هو الوقت الذي يعيش فيه الإسلام حياة موت سريري. متى يأتي الإنعاش؟ متى سنقوم للإنعاش؟ إذا بقينا في عدم مبالاتنا وفي لا مبالاتنا وبقينا ننام مرتاحين بدون أن ننظر إلى الحالة السيئة للإسلام اليوم، ولم نسأل أنفسنا كيف يمكننا أن نضحي لأجل إحياء الإسلام، فمتى؟ حقيقة نعم، جزاكم الله أحسن جزاء أستاذ عماد، كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك، وشرفتنا في الأستوديو. بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله أحسن الجزاء. جزاكم الله أحسن الجزاء. مشاهدينا الكرام، الآن نخرج إلى مقطع آخر فيه وصلتنا العديد من الفيديوهات، والآن سوف نشاهد بعض من مقاطع فيديوهات إخوتنا الكبار مقارنة بالفيديو السابق الذي كان من الصغار. تفضلوا معنا. كل عام والجماعة الإسلامية الأحمدية بألف خير. كل عام والجماعة الإسلامية الأحمدية بألف خير. كل عام وحضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز بألف خير. كل عام وحضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز بألف
بخير. أضحى مبارك. أضحى مبارك. تركيا اسطنبول. تركيا اسطنبول. كل عام وجميع أمتنا بألف خير، إن شاء الله جميع أعيادنا أفراح ومناسبات ويعم السلام على جميع أمتنا. كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك. كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وجميع الأمة الإسلامية بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي أمير المؤمنين أيده الله بنصره العظيم. عيد مبارك. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. عيد مبارك. وعلى الجماعة الإسلامية الأحمدية في كل مكان في كل مكان. كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أهنئ جميع أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية في جميع أنحاء العالم ومولانا أمير المؤمنين بحلول عيد الأضحى المبارك، وأقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمير عبد الله الرحيم الفضيل والنصر. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. السلام عليكم يا إمامنا وعلى الجماعة المحمدية العالمية. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. عيد مبارك. عيد مبارك. السلام عليكم. كل عام بخير، ان شاء الله ينعاد علينا الصحة والسعادة وعداد البال. كل عام والجميع بخير. كل عام وحضرة أمير المؤمنين بألف صحة وعافية يا رب. الله يعيده على الجماعة الإسلامية الأحمدية بخير وسلام ويمن يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مصطفى محمد العبد الله من لبنان. أتقدم بالشكر إلى سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز والعرفان، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يعيد هذا العيد المبارك عليه وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى جميع الإخوة الأحمديين في جميع أنحاء العالم. وأتشكر سيدنا بدعائه إلي وإلى أولادي بالفرج، وأطمئنه وأقول له: سيدي ومولاي، لقد من الله علينا بالفرج على أبنائي فأكرمهم بالسفر، وأصبحوا الحمد لله سافروا والحمد لله صاروا عم يشتغلوا، هلأ ماشي حلو بفضل الله وفضل دعاء سيدنا أمير المؤمنين. الله يبارك لنا فيه ويطولنا بعمره ويمده بالصحة والعافية ويجعله ذخر لجميع أمة الإسلام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذا الشهر على جميع الأمة بالخير والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم الزمي صلاح الدين من السودان. أحييكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك كل سنة وأنتم طيبين. ربنا يحقق الأماني ويصلح الحال الأمة الإسلامية. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. معي الآن في الأستوديو ضيفنا العزيز الأخ أحمد إحسان عودي، صدر مجلس خدام الأحمدية في الديار المقدسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. كل عام وحضرة أمناء الجماعة بألف خير، وكل عام وحضرة أمير المؤمنين بألف خير. صدر صاحب حضرتك صدر مجلس خدام الأحمدية في الديار المقدسة. مجلس الخدام هو العمود الفقري للجماعة الإسلامية الأحمدية، وفيه روح الشباب وتضحية الشباب وعمل الشباب. وبما أننا الآن في مناسبة عيد الأضحى وكنا نتكلم عن أهمية التضحية، كيف ترى أهمية هذه الصفة المهمة في مجلس الخدام وفي عمل مجلس الخدام؟ أولاً الحمد لله مجلس الخدام دائماً عارف، إحنا دائماً أصلاً كمسؤولين بمجلس الخدام بنعرف الخدام ودائماً بنذكرهم بعهد الخدام. أتعهد أن أضحي كل حين بحياتي مالي وقتي وعزتي لخدمة الدين والقوم والملة
وأن أكون مستعدا لكل تضحية من أجل قيام الخلافة الإسلامية الأحمدية. وهذا الحمد لله بنحاول قدر ممكن أن نعمله على أرض الواقع من خلال النشاطات، من خلال الفعاليات، أو من خلال المهام اللي احنا نتلقاها من حضرة الأمير أو من المسؤولين بالجماعة. فكتير مرات بتصير معنا ظروف حي يعني من الشباب، إنه أوقات خاصة مجلس الخدام تعرف أنت هو من جيل 15 لجيل 40، فمرات فيها بكون عندك خدام عندهم فترة امتحانات، فمرات بيكون في مرات بعض المهام، فبيضطر مرات الشاب إنه يجي يضحي بوقت اللي ممكن يدرس فيه عشان يخدم الجامعة. برضو في كمان خدام بيكونوا كبار، بيكون عندهم أعمال وشغلات، فمرات بيضطروا إنه يروح أبكر من أعمالهم عشان يقوموا في شغل الجامعة. نعم، يعني أهمية التضحية هي لازم تترخص تكون موجودة في قلب وفي ذهن كل خادم للجماعة الإسلامية الأحمدية. يعني في أصعب الأوضاع، في أهم الأوضاع، في خدمة اللي هي أولى، هي خدمة الإنسانية طبعا كما ذكر الأستاذ عماد، أنه خدمة الجماعة هي كمان هدفها خدمة الإنسانية. الجماعة الإسلامية هي دعوة، فإحنا برضو مقدرين أهمية الدعوة، فإحنا دائما نأخذ النموذج حضرة أمير المؤمنين كقدوة إلنا. أغلبنا بيعرف إنه حضرة أمير المؤمنين أيد الله بن نصر العزيز عمل عملية جراحية بقلبه بالقلب قبل عدة أسابيع، وسمعنا من أمير صاحب إنه بعد أيام قليلة نزل يكمل مهامه. فإحنا دائما ننظر لخليفة الوقت كيف عنده التضحية وقديش هو مقدر خدمة الجماعة وخدمة الدعوة، فإحنا برضو كمجلس خدام وكخدام عارفين قيمة الدعوة، فعارفين إحنا كل ما نشتغل كل ما إحنا نضحي الجماعة تترقى أكثر، وراية الإسلام والمفهوم والتعليم الإسلامي التعليم الإسلامي صحيح بتوصل أوصل وأسرع كل ما إحنا نتقدم ونضحي. نعم طبعا. معنا الآن اتصال الأخ حسام نقيب من تركيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخي حسام؟ كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك. بارك الله فيكم، عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم. تفضل. طبعا المباركات الأولى لسيدي ومولاي أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز، ولجميع الأخوة في الجماعة الإسلامية الأحمدية، ونخص دائما بالدعاء أهلنا في فلسطين جميعا. آمين يا رب. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله أحسن الجزاء أخوي حسام. صدر صاحب، الآن بما أننا كنا نتكلم عن موضوع التضحية، وقد تكلمنا أيضا عن قصة ومثال سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، ما كيف ترى هذا النموذج يتحقق أيضا في أبناء الجماعة وخاصة في الخدام؟ كيف يترى؟ يعني هناك فرق بالتضحية، تضحي بابنك، لكن برضو كل شخص ممكن يضحي حسب برضو مستوى الروحاني. فأنت ممكن تشوف الخادم الصغير يضحي في أمر اللي هو ممكن يكون بغاية الصعوبة، الخادم الأكبر ممكن يضحي بأمور أخرى يعني. فكل واحد بيقدر يضحي، يعني ممكن يضحي بالمجال تاعه حسب القدرة تاعته حسب برضو المستوى تاعه. لكن الحمد لله في عنا عدة أمثلة برضو عنا صارت بالخدام، إنه شخص من الخدام أبوه توفى مثلا في النهار، وبالمساء كان في عنده كان في اجتماع للجماعة وكان له دور مهم إنه يقوم بهاي المهام، فدفن والده الصبح وبالمساء كان عم بيشتغل في خدمة الجماعة، فبرضه هاي نوع من التضحية. طبعا تضحية من أجل الدين ومن أجل خدمة الإنسانية هي أسمى وأرقى أهم الدروس التي تعلمناها من خلال هذه الحلقة. يعني حقيقة كمان مدامك ذكرت قصة حضرة أمير المؤمنين، أنا حابب أذكر المشاهدين فيها. سكرتير حضرة أمير المؤمنين كتب بعد ما قام حضرة أمير المؤمنين في عمليته الجراحية، اللهم اشفيه وطول عمره وأيده بالروح القدس آمين. حقيقة قال أنه بعد العملية في 24 ساعة وأقل من 24 ساعة كان حضرة أمير المؤمنين جالس في المكتب. يعني انظر إلى التضحية، شخص يخدم الجماعة، وكان أيضا وقد خطب الجمعة في نفس الأسبوع. يعني قال حضرة السكرتير فيما كتبه في
في مقال أنه كان متردد هل أذهب بالملفات والرسائل وأعمال حضور إلى على طاولة مكتبه أم لا، وحضور قال وطالب بالأعمال، وحتى عندما سئل حضور أيده الله قال أنا أرتاح وراحتي هي في العمل وفي التضحية. حضرة أمير المؤمنين هو نموذج لنا يعني، هو أكبر مثال للتضحية. أيضا عندنا في الكبير حضرة أمير صاحب، وأول شخص يدخل إلى المكتب وآخر شخص يغادر، فنحن دائما ننظر إليهم كقدوة ونحاول أن نقلدهم، لأن التضحية هي موجودة الحمد لله من وقت سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وأيضا بالصحابة رضوان الله عليهم الذين ضحوا بأقاربهم وحب عيالهم، جاءوا رسول الله كالفقراء. نعم بالفعل هؤلاء الشخصيات المقدسة حقيقة من الصحابة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن خلفائه الكرام وعلماء المسلمين هم مثال لنا لنحتذي بهم ونتعلم أهمية هذا العيد وأهمية التضحية وأهمية الطاعة. فتطرقنا إلى المعاني العميقة التي يحملها عيد الأضحى. وقبل أن أنهي طبعا نشكر حضرة صدر مجلس الخدام الأخ أحمد إحسان، جزاكم الله أحسن جزاء، عيدكم مبارك، شكرا أنك كنت معنا اليوم. فبما أننا قد تطرقنا مع جميع ضيوفنا على هذه المعاني العميقة وكيف يمكن أن يكون هذا العيد فرصة لتعزيز الوحدة والتآخي بين المسلمين وتقوية روابط الأسرية والاجتماعية بيننا، واستمعنا إلى تجارب وقصص حية تبرز أهمية الوقف وقيمته في حياتنا، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيد هذا العيد علينا وعليكم باليمن والبركات، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستجيبون لنداء الطاعة والعبادة. ونسأله تعالى أن يفرج كروب الأمة الإسلامية ويوحد كلمتنا ويجمع شملنا على الخير والحق. في الختام نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى جميع ضيوفنا الكرام الذين كانوا معنا اليوم على مشاركتهم القيمة، ولكم أنتم أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، أنتم البرنامج بحد ذاته، على حسن المتابعة نشكركم، وعلى التفاعل نترككم في حفظ الله ورعايته، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. ونختتم هذه الحلقة مع هدية وصلتنا من اليمن، أرض اليمن الحبيبة، تعودنا عليها في برامج العيد في السنوات السابقة لنشاهدها معا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إني ألوح باليدين إشارة كغريق يم ضلالة وهواني، ومعي خطاياي تقال تشدني نحو الحضيض مصرة بتفاني، قد كنت من موت القرون فجاءني حب الحبيب محمد العدناني، مهدينا وغلام هادينا أرى في تابعيه ملائك الإنسان. يا سيدي مسرور إنك نورنا، بك نهتدي في ظلمة النسيان، يتبادل الخلق التهاني والمنى فرحا بلبس أو بنحر الضاني، أما أنا فأمني القلب بكم، بل أنت عيد الروح والإخوان، أولست عيدا يا أمير، وطالما أسعدتنا في غمرة الأحزان، حتى إذا ملأ الفؤاد مسرة بك أنت يا مسرور سر أماني، أجد الدموع تقدمت لتساهما والدمع للفرح العظيم لساني. يا سيدي إن الضحية هانا، لكن أراني أحقر القربان، فاقبل حبيبي مشاعرا وتهانيا
في ليلة العيد العظيم الشاني. تلك التهاني قد ختمت بطاعة إن تقبلوها يستريح جناني. مولاي نور في سمائي زنتها أنعم بذاك النور من إنساني. تلك التحايا ما بعثت تعطرت بأريج روح العلم والإيمان. يكفي تذكركم بنفس أمعنت في السيئات ولجة الخسران. فستستحيل إلى زكاتك أنها ولدت بنور دون ما عصياني. مسرورنا ها أنت قائد فلكنا نوحا أراك وسيد الربان. نوحا أراك وسيد الربان. نوحا أراك وسيد الربان. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. عيد مبارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.